ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو روى عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل، 30 حقة و30 جزعة و40 ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك. هذه المسألة مسألة خلافية، أولا الحديث حسن، حديث في الإسناد في حجاج بن أرطأة، حجاج بن أرطأة مدلس وهو ضعيف، وحجاج بن أرطأة يروي عن من؟ عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذه السلسلة فيها خلاف 13 قول في هذا الباب، لكن طبعا الشافعي لا يعتمدها، يرى أنها صحيفة، والصحيح الراجح بأن كما قال الذهبي الراوي عنه إذا كان ثقة فإنه يكون رضي الله عنك علي، أنت تاج رأسي حبيبي، حظك ربي وأحسن الله إليك. الإمام الذهبي قال بأنه إن كان الذي يحدث عن عمرو شعيب ثقة فإنه يروي عن عبد الله بن عمرو العاص، الجد عبد الله بن عمرو العاص، لذلك قالوا السلسلة لا تنزل عن درجة الحسن. وأسد بن عمرو هو شيخ الإمام أحمد أبو المنذر، صدوق صالح الحديث. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، عبد بن حميد وابن ماجه في السنن والترمذي وابن أبي عاصم والدارقطني والبيهقي من طريقين الحجاج بهذا الإسناد. نعم. لا، كل مدح جاء في العلم يقصد به العلم الشرعي، كل مدح جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمدح العلم يقصد به العلم الشرعي. اللهم امين. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليك. مساله قتل الوالد بوالدي، عمر بن الخطاب يعني جعل عليه الديه مغلظه فيها 30 حقه و30 جزعه و40 ثنيه، طبعا خليفات حوامل يعني. ومسألة قتل الوالد بالولد، الجمهور يرون أن الوالد لا يقتل بولده، والبعض قال يقتل بولده، أما الذين قالوا لا يقتل بولده لأمرين: الأمر الأول هذه الآثار والأحاديث التي جاءت ولا يقتل والد بولده، وقالوا من ناحية النظر أيضا بأنه الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إنهاء حياة الوالد. أما الذين قالوا بأنه يقتل قالوا عمومات الأدلة: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقالوا هذه عموم الأدلة وضعفوا أحاديث لا يقتل والد بولده. ثم من ناحية النظر ردوا قالوا ليس الولد سببا في إزهاق روح الوالد، بل الوالد تسبب في إزهاق روح نفسه بالاعتداء على روح ولده. هنا يقول والحديث أنه قتل ابنه عمدا فرفع عمر الخطاب فقال جعل عليه 100 من الإبل الدية ولم يجعل له إرثا، يعني قال: ولا يرث القاتل عمر الخطاب، ولولا أني سمعت رسول الله يقول: لا يقتل والد بولدي لقتلتك. والصحيح هو قول الجمهور، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده، والنص عندنا حاكم، والسنة أتبع والسنة ألزم، سنة أتبع والسنة ألزم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم ويزيد، هشيم بن بشير يدرس تدريس سوية كما تعلمون، ويزيد عن يحيى بن سعيد القطان عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده
وشوف يحيى بن سعيد القطان ايضا لا يعتمد هذه الصحيفه، لا يعتمد هذه الصحيفه ان شاء الله رضي الله عنك وعنهم جميعا. يقول ليس لقاتل شيء، يقول قال عمر لولا ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء لورثتك، قال ودعا اخ المقتول فاعطاه الابل. وهذا حديث حسن غير اسناده ضعيف، عم شعيب لم يدرك عمر بن الخطاب. يزيد هنا شيخ احمد هو يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الثقه الثبت. ويحيى بن سعيد هنا ليس يحيى بن سعيد القطان، هذا يحيى بن سعيد الانصاري المهمني، هو يحيى بن سعيد الانصاري. والحديث اخرجه البياقي من طريق يزيد بن هارون بهذا الاسناد، واخرجه مالك ايضا ومن طريق عبد الرزاق في المصنف، والنسائي في الكبرى والبياقي في السنن الكبرى ايضا، واخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن ابي شيبه وابن ماجه عن ابي خالد الاحمر، ثلاثتهم مالك والثوري وابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد، وبعضهم يزيد فيه على بعض. واخرجه بنحو الدارقطني من طريقين، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر، ولو شاهد عن عبد الله بن عمرو عند ابي داود. الدارقطني والبياقي وسنده حسن. واخر ايضا شاهد عند ابي هريره، عن ابي هريره عند الترمذي وابن ماجه والدارقطني فيه بعض الضعف. وهناك شاهد ثالث ايضا عن عمر بن شيبه ابن ابي كبير، اخرجه الطبراني في قصه كما في مجمع الزوائد. ورابع عن ابن عباس عن عبد الرزاق. اذا صراحه تكاثرت الروايات لتثبت هذا الاصل ان الوالد لا يقتل بولده، الوالد لا يقتل بولده. وهنا ايضا الحكم الثاني ان القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. لذلك عمر قال لولا حرف وجود، حرف بتاع الوجود، لولا اني سمعت رسول الله ليس لقاتل شيء لورثتك، لان الارث هنا بالسبب، الارث هنا اسف بالنسب، الارث هنا بالنسب. قال لورثتك، قال ودعا اخ المقتول فاعطاه الابل، يعني ما اعطى الوالد منه شيئا، أعطى الأخ. فالقاتل لا يرث، القاتل لا يرث، وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث. الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح، وهي بالسنن. ولذلك عمر بن الخطاب يقول لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن لا يقتل والد بولدي لقتلتك، قال لقتلتك لعموم الأدلة. القاتل لا يرث. أحكام الشريعة لا تبنى على الذوق والوجد، ولكن تبنى على الآثار. رضي الله عنك أبا راغب الحنبلي رضي الله عنك. طيب انا الان انا بس ارتاح بعض الشيء، واحاول ان ادفئ انفي، وبعد ذلك اكون المغني ان شاء الله. حفظكم ربي واحسن الله عليكم، كم احبكم في الله. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.